بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أعزائي الطلاب. وفي فيديو جديد سنشرح في هذا الفيديو بطاقة رقم 5، وهي أمراض الأجهزة التناسلية من مادة الأحياء للصف العاشر. طبعا نذكركم أنه يوجد في القناة شرح لهذا الدرس من الكتاب بالتفصيل، موجود في قوائم التشغيل في قائمة في أحياء الصف العاشر للفصل الثاني، ستجدوا ادخلوا عليها ستجدوا شرح لجميع هذه الدروس بالتفصيل. أمراض تصيب الجهاز التناسلي، وهي أمراض التكيس المبايض والسرطان، بينما أمراض المنقولة جنسيا وهي عبارة عن متلازمة نقص المناعة المكتسبة الإيدز. طبعا وسنبدأ تكيس المبايض، هذا هو ناتج عن خلل هرموني يؤدي إلى تضخم المبيض، وهنا نتيجة وجود حويصلات صغيرة في داخل المبيض، وهذا يكون يعمل عندي خلل بشكل أساسي في عملية التبويض، هذه الأعراض بتاعته، واضطرابات في البيئة في الدورة الشهرية. بينما في السرطان يعتبر عند الرجال أكثر سرطان منتشر هو سرطان البروستاتا، بينما عند الأنثى سرطان الرحم، سرطان المبيض، سرطان الثدي هو الأكثر شيوعا عند الإناث. ومعروف أن السرطان في تعريفه هو عبارة عن نمو غير طبيعي للخلايا الجسم. طبعا في البداية، ثانيا، ما هي الأمراض المنقولة جنسيا؟ مثل أمراض متلازمة نقص المناعة المكتسبة الإيدز، أو الالتهاب الكبد الوبائي من النوع بي، طبعا لأن النوع ألف ينتقل عن طريق الغذاء. يسبب فيروس الـ HIV، وهو اسم الفيروس الذي يسبب نقص المناعة المكتسبة، ضعف عام في مستوى المناعة في الجسم. وكيف ينتقل هذا الفيروس؟ إما عن طريق الاتصال الجنسي، أو عن طريق الدم، أو من الأم المصابة إلى الجنين. بينما التهاب الكبد الوبائي من نوع بي، وهو ما يسبب الـ HPV، المتواجد في بلازما الدم أو الإفرازات الجنسية من حيث السائل المنوي أو من حيث إفرازات المهبل، ففي هذا الحال أعراضه صفرار في الجلد والعينين واليرقان، فقدان الشهية والغثيان والقيء، ضعف عام، لون البول داكن، والبراز سيكون فاتح. هنا سنبدأ في شرح أنشطة الجسم. أي من الأمراض الآتي يحدث بسبب نمو غير طبيعي لخلايا الجسم في أعضاء الجهاز التناسلي، طبعا وهو عبارة عن سرطان الدم، أو آسف، سرطان الرحم. ما الفيروس الذي يسبب مرض التهاب الكبد الوبائي؟ هو HIV. أي من الطرق الآتية لا يؤدي إلى الإصابة بمرض متلازمة نقص المناعة المكتسبة؟ طبعا نقص المناعة هو الإيد لا يؤدي، هل هو اللي هو تناول الطعام، لأن نقل الدم والاتصال الجنسي أو عبر المشيم من الأم للجنين يسبب مرض نقص المناعة المكتسبة الإيدز. ما الغرض الذي لا ينتمي لأعراض الإصابة بمرض التهاب الكبد الوبائي من النوع ب؟ طبعا هو ضعف التبويض، ضعف التبويض، لكن الأعراض الباقية هي أعراض أساسية في هذا المرض. طبعا اذكر القواعد العامة للمحافظة على الجهاز التناسلي، فهذه القواعد هي بشكل أساسي كما يظهر أمامكم في الكتاب في هذه الجزئية، وهي المحافظة على نظافة الأجهزة التناسلية، المحافظة على نظافة الملابس الشخصية أو خصوصا الداخلية، عدم استبدالها بشكل مستمر، عدم استعمال ملابس الآخرين، مراجعة الطبيب فورا عند ملاحظة ظهور أي أعراض تدل على الإصابة مثل وجود إفرازات غريبة أو طفح جلدي أو حكة. هكذا نكون أنهينا هذا الدرس، نرجو أن ينال إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.